كده احنا اتكلمنا على ملف النادي الاهلي، كل الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي بشكل كامل. خلينا نروح بقى للاخبار المحليه النهارده معانا، واول خبر خاص بالحاج عامر حسين واللي صرح قال اعلان عن موعد القمه خلال ايام. خبر مهم قوي، هيحدد القمه بناء على ايه؟ اكيد بناء على الزمالك، ولا بناء على الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ هيبقى القصه صعبه شويه على اتحاد الكره في الحقيقه، يعني جد موعد قبل مباراه او قبل بطوله الامم الافريقيه هيكون الموضوع صعب. لكن كابتن او الحاج عامر حسين اكد ان اتحاد الكره هيحدد موعد مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، ده هيكون خلال الايام القليله جدا المقبله. واوضح كمان الحاج عامر حسين ان تحديد موعد مباراه الاهلي والزمالك سيكون خلال الايام المقبله، سواء انت قرر اقامتها قبل كاس الامم او بعدها. يعني يا جماعه لو المباراه هتتلعب قبل كاس الامم هنعلن خلال ايام، ولو هتتلعب بعد كاس الامم هنعلن كمان خلال نفس الايام يعني. واضاف احنا بننتظر فقط لتحديد هويه الهابط الثالث لدوري الدرجه الثانيه من اجل تحديد موعد مباراه القمه ووضع الرتوش الاخيره على مسابقه الدوري بعد انتهاء الصراع في جميع المنافسات، او منافسه طبعا المراكز الاخيره، يعني بناء على الفريق الثالث اللي هينزل درجه ثانيه لو تحدد سريعا. ما اعرفش ده هيكون بالنسبه لهم مؤشر لتحديد موعد القمه، ولا الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ انا مش عارف العلاقه ايه بصراحه، يعني بحاول افهمها كده مع حضراتكم. يعني لو فريق ثالث اتحدد، طب الاهلي والزمالك ليه يلعبوا؟ طب لو فريق ثالث ما اتحددش، طب الاهلي والزمالك ليه يلعبوا برضه؟ او طب ايه المانع ان لو تحدد ان هما ما يلعبوش، او ايه المانع ان لو ما تحددش ان هما ما يلعبوش برضو؟ ما اعرفش يعني، ممكن يكون في حاجات امور خاصه باتحاد الكره هما ادرى بيها، من خلالها هيحددوا الميعاد بتاع مباراه القمه. في الحقيقه احنا بغض النظر عن اي حاجه بنتمنى ان المباراه او البطوله بشكل عام بطوله الدوري تخلص قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه، عشان يكون في راحه للعيبه بشكل عام، اللاعبين المصريين بعد بطوله الامم الافريقيه، واستعدوا لموسم جديد، وان يكون الموسم ده كمان ينطلق في مواعيد المواسم او مواعيد البطولات الدوريات في اوروبا وفي العالم كله، اللي هو بيبقى في شهر 8 تقريبا، يعني اي يوم في شهر 8 يبتدي يعني. بس هيبقى شيء مميز يعني، ما الدنيا بقى تنتظم بشكل كويس، ده هيكون بناء لو انت خلصت البطوله قبل بطوله الامم الافريقيه. لكن لو بعديها اعتقد بدايه الموسم الجديد هتكون متاخره جدا، ممكن يبتدي موسم جديد في شهر 10، فهتتعرض لنفس المأزق اللي انت تعرضت له هذا الموسم، في ضرورة انتهاء البطولة في ميعاد تاني طبعا اللي هو السنة الجاية، يعني في وقت معين، فهيبقى في ضغط في المباريات، فممكن تواجه نفس المشاكل. يعني نتمنى في الحقيقة ان بطولة الدوري تخلص قبل بطولة الأمم الأفريقية عشان التفرغ بقى لتشجيع منتخب مصر بإذن الله. طيب بالنسبة للمنتخب المصري محمد صلاح بالتحديد، وده خبر